ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال أو يوم عاشوراء وأنويه قضاء عن صيام بعض أيام رمضان؟ أما صيام الست فلا يصح أن تجعلها عن قضاء رمضان، لأن أيام الست تابعة لرمضان، فهي بمنزلة الراتبة للصلاة المفروضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعلها تابعة لشهر رمضان ومتبوعة له، وما كان تابعا للشيء فإن الشيء لا يغني عنه. ثم إنه يكثر السؤال عن تقديم هذه الأيام الست على القضاء في من عليه قضاء من رمضان، والجواب على ذلك أن هذا لا يفيد، أي أن تقديم الست على قضاء رمضان لا يحصل به الأجر الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها بعد رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أن يكون قد صام رمضان، بل لا بد من صيام الشهر كله أداء وقضاء، ثم بعد ذلك يصوم هذه الأيام الستة. وأما إذا نوى بصيام يوم عاشوراء نوى به القضاء، فإننا نرجو أن يحصل له القضاء وثواب اليوم، لأن الظاهر أن المقصود هو أن يصوم ذلك اليوم. وكذلك إذا صام يوم عرفة عن قضاء رمضان فإن نرجو له أن يحصل له الأمران جميعا، وكذلك إذا صام 13 و14 و15 من الشهر وهي أيام البيض ونواها عن قضاء رمضان فإن نرجو أن يحصل له الثواب، ثواب الأمرين جميعا. وكذلك إذا صام يوم الخميس ويوم الاثنين عن قضاء رمضان فإننا نرجو أن يحصل له أجر القضاء وأجر صيام هذين اليومين، لأن المقصود أن تكون هذه الأيام صوما للإنسان.